أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، ونلتقيكم في هذه المساحة لمناقشة توصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، والذي قدم في اجتماع مجلس حقوق الإنسان يوم الثلاثاء. وتضمن التقرير توصية بشأن تشكيل قوى لحماية المدنيين، وفي إطار استطلاع آراء الخبراء تحدث راديو دبنجا إلى دكتورة عائشة البصري، المتحدثة السابقة باسم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والباحثة بالمركز العربي للأبحاث، لمعرفة رأيها حول هذا الموضوع وغيره من التوصيات في تقرير بعثة تقصي الحقائق. بحسب بعثة الأمم المتحدة، وهي في الحقيقة بعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان، يعني بحسب تقريرها الأول رصدت العديد من انتهاكات الواسعة النطاق من الجانبين، يعني الجيش والدعم السريع، وقالت بأن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وخلصت إذن في تقريرها إلى أنه من الضروري والملح حماية المدنيين، ولذلك أوصت هذه اللجنة إذن بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين في السودان. طيب، لقد كان يعني متوقعا أن توثق هذه الانتهاكات، وكان أيضا متوقعا أن تخلص إلى هذه التوصية، لكنها ليست واقعية بناء على العديد من المعطيات. وأود أن أشير هنا إلى ثلاث معطيات. المعطى الأول يتعلق بتاريخ حكومة السودان مع قوات البعثات حفظ السلام الدولية، ثم تاريخ الأمم المتحدة مع الحكومة السودانية، وأيضا تاريخ وتجربة الاتحاد بعثات الاتحاد الإفريقي في السودان. كلها تجارب جد سلبية انتهت باعتداءات على البعثات الأممية. السبب الأول إذن هو حكومة السودان لم تكن في يوم من الأيام يعني متقبلة لفكرة قوة دولية، ولو أنها بالأخير يعني تحت الضغوطات قامت باستقبالها وباستضافتها، يعني كانت هذه القوات كلها تحت حمايتها يعني مبدئيا، إلا أنها في الواقع فرضت عليها سواء من ناحية الصين، من جهة الصين أو روسيا. كان ذاك في 2007 حين فرضت بعثة اليونامين، وقبلها في 2004 حين اضطرت نظرا لتوقيع على اتفاق السلام الشامل مع جنوب السودان، مع حركة تحرير جنوب السودان. إذن فرضت عليها في سياقات معينة، لكنها كانت جد رافضة لوجودها، وعملت على تعطيل عملها، بل اعتدت على جنودها وعلى مرافقها. إذن نفس الموقف لم يتغير من طرف، لن أقول الحكومة السودانية، لأن البرهان اليوم لا، يعني ليس هناك حقيقة حكومة سودانية. الوضع في السودان يشهد انقساما، الحكومة منهارة، الدولة منهارة. فإذا هو يعبر أكثر عن موقف الجيش. الجيش السوداني يرفض هذه القوة، فكرة قوة، وهذا شيء متوقع، فلقد عمل على إخراج كل البعثات التي تم نشرها بموافقته طبعا، وكانت آخرها بعثة الدعم السياسي يونيمتاس، وأيضا أخرج رئيسها. ويعني لم يكن في يوم من الأيام متقبل الوجود
خارجي، وهذا طبعا يعود لرغبته في عدم إحضار أو عدم وجود شاهدين على ما يقع وعلى ما يرتكبه من جرائم في حق المدنيين. هذا ربما هو السبب الأول. من الناحية الأخرى، تاريخ الاتحاد الأفريقي أيضا لا يعني لا يتوقع من خلاله أن يقدم الاتحاد الأفريقي قوة لحد السلام في السودان بناء على تجربتها أيضا. فبعثة أيمس، البعثة الأفريقية في السودان التي تم نشرها في دارفور، شهدت أيضا اعتداءات، تعطيل خدمتها، تم احتجاز جنودها رهائن، تم تعطيل عملها بكل الأشكال، وأخرجت أيضا رغم عن أنفها. فتجربتها جد سلبية، وكذلك تجربة الأمم المتحدة، سواء تعلق الأمر ببعثة الأمم المتحدة في السودان أونميس، أو بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور يوناميد، إضافة إلى البعثة الثالثة التي لم تكن بعثة حفظ سلام، كانت بعثة سياسية يونيمتاس، التي أيضا يعني أجبرت على الخروج من مغادرة البلاد. إذا كل هذه التجارب، خاصة تجربة الأمم المتحدة، جد سلبية، خاصة وأنه تاريخ حفظ السلام أيضا في الأمم المتحدة تعرض للعديد من النكسات. وفي تقرير لمكتب التحقيقات الداخلية ويواس، الذي نشر في شهر مارس 2014، الذي أوضح بدون أي لبس بأن بعثات حفظ السلام الأممية، حتى إن عندما تنشر تحت البند السابع الذي يجيز طبعا استعمال القوة لإنفاذ ولايات مجلس الأمن في حماية المدنيين، حتى هذه البعثات التي تعتبر بعثات قوية، فإنها هذا التقرير يعني كشف للأسف بأنه جنود حفظ السلام أو حفظة السلام لا يحركون ساكنا في 80% من الاعتداءات التي تطال المدنيين في المناطق التي نشروا فيها. هذا طبعا هذه حقيقة جد مزعجة، وحقيقة جعلت الأمم المتحدة في عام 2016 تعيد النظر في نشرها لبعثات حفظ السلام، وقررت منذ ذلك الحين تقليص بعثات حفظ السلام، خاصة تلك المتعلقة بحماية المدنيين تحت البند السابع، وفضلت يعني زيادة البعثات السياسية. ارتأت أن الحل ليس في نشر قوات غير قادرة على حماية المدنيين، لأن في الأخير حماية المدنيين هي أهم مسؤولية للحكومة، حكومة الدولة ذاتها. ففي عدد من السياقات، خاصة كما كان الشأن في دارفور، كانت هذه القوات يعني تعتبرها ميليشيات تابعة للحكومة. يعني الدولة لا يمكن لأي بعثة حفظ السلام أن تحارب جيش أو قوات تابعة للحكومة التي تستضيفها. وضع جد صعب، وقد فطنت الأمم المتحدة أن هذا معضلة كبيرة، وتحت قيادة جون لاكروا الذي هو مدير حفظ السلام حاليا، قالها عدة مرات بأنه هناك طبعا حدود لحفظ السلام، هناك يعني قدرة لا يمكن أن يتجاوزها حفظ السلام، وهي يعني جلب السلام لبلد ما. ويرتئي ترتئي القيادة الحالية لإدارة حفظ السلام
أن يتم الاستثمار أكثر في فرص السلام. لذلك ربما يعني لقد لوحظ بأنه هناك عودة إلى المبادئ التقليدية لحفظ السلام التي تدور حول إيجاد يعني اتفاقية سلام حقيقية بين الأطراف، وبعدها يمكن أن يتم نشر حفظ السلام، قوات حفظ السلام لحفظ هذه الاتفاقية حسب طبعا ما جاء فيها. يعني بالأخير هذا الطرح للأسف غير وارد في السياق الحالي، خاصة وأنه من أهم شروط نشر أي قوة دولية لحفظ السلام سواء كانت من طرف الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة أو جهة أخرى. فالشرط الأساس هو تعهد الدولة المضيفة بحماية هذه القوات، وهذا الشرط غير متوفر نظرا لرفض الجيش السوداني الآن لاستضافة هذه القوة. فالأمر إذن محسوم، ولذلك فإن هذا الحل غير واقع نهائيا، وينبغي، وهذا ربما المآخذ على هذا التقرير أو التقرير للجنة تقصي الحقائق، أنا لم تركز على ضرورة توصل الأطراف إلى حل سلمي، وطرائق وطرق يعني الضغط على الطرفين للتوصل إلى هذا القرار. للأسف سمعنا أن كيف البرهان قال وردد أيضا العطا بأن يعني السودان مقبل على حرب 100 عام و48 مليون شهيد للقضاء على الدعم السريع، وأنه لا مجال للاتفاق إلا بشروط طبعا تعجيزية. وهذا للأسف هذه هي المعضلة الكبرى التي تواجه السودان اليوم. في ختام هذه الحلقة بنشكر الدكتورة عائشة البصري المتحدثة السابقة باسم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور والباحثة بالمركز العربي للأبحاث، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.